السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده صفحة من صفحات اللي هي الفيك، اللي هي الزوارة اللي بتحاول تجذب لايكات بحيث إن يبقى عندها ناس مشاهدين كتير. لاحظ عدد اللايك مثلا 20,000، في حاجة بتوصل لمليون، وبعد كده يروح بايعها لأي حد. بص، مالناش دعوة بالاسم، احترامنا لكل أهل الإمارات، كل أهل الخليج وكل الوطن العربي. ده واحد ملوش علاقة بأي حاجة خالص، بيعمل كرييت وينتحل أي شخصية ويعمل صفحة تانية باسم تاني خالص، يقول لك إيه، اعمل شير لكذا وهتاخد تستلم جايزتك على طول. مجرد إن أنت تعمل لايك هنبعت لك مليون جنيه مجرد. وكل مرة بقى بيفتعل كسبة معينة، مثلا هنا بينتحل اسم شخصية معروفة ومشهورة بحيث إن هو ياخد فلوس. الصفحة ملهاش علاقة بالشخصية دي نهائي، وبيحط لك صورة فلوس. فاخوانا مفيش حد بيجيله فلوس لمجرد انه عمل لايك او شير او كتب كومنت. الكلام ده تضييع الوقت. اول ما تلاقي صفحه زي كده تدوس على الثلاث نقط دول واعمل بلوك للصفحه دي، لانها صفحه كاذبه وصاحبها ما بيكونش هدفه غير ان هو يضيع وقت وياخد لايكات كتيره وبعد كده يبيع الصفحه دي. هتلاقي كم صفحه كده طلعت الفتره اللي فاتت يقول لك انا احمد سقا، وجايب صوره احمد سقا عادي يعني من على جوجل، بيقول لك انا بدور على الناس يستلموا معايا الفيلم اللي جاي، واكتب لايك واعمل كومنت واتصل بيك. في طرق معينه ان هو يختار الناس، والناس اللي عايز تعمل خير ما بتعملش خير للي يعمل لايك وشير، بيعمل خير للناس اللي ما عندهمش موبايل يدخلوا بيه على النت يعني. فاخوانا حذروا من الصفحات ديت، ويعني لو فكرنا كده هتلاقي الصفحات دي ما بتنتشرش. الصفحات دي بتنتشر باستغلال الغلطات او باستغلال عدم التفكير المنطقي. يعني مجرد ان انا ابعت لك رسالة هتديني 500,000 دولار في اليوم، ازاي يعني؟ هتتبرع ب 300 سيارة تويوتا. ما يعني كل الكلام ده كلام هبل في هبل في هبل. والمشكلة ان انت تلاقي ناس كتيرة دكاترة ومهندسين ومستويات عالية بينشر الحاجات دي، واللي يقول لك ان انا كسبت 20 50,000 دولار وكده ده بيبقى غلط، هو داس على حاجة غلط فجات له تمام، او واحد متفق معاهم او هو نفسه داخل بنفس الاسم. انما يعني ما شخصيا ما اعرف حد خالص كسب حاجه زي ديت، وكل الكلام ده كده في كدب، وكل الكلام ده ضحك على الناس مجرد ان هو ايه يلم اللايكات وخلاص. فحذاري من الصفحات ديت، وعلى طول بلوك. انا كمان عملت الصفحه دي بلوك وهكذا.